مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من الثامنة عبر قناة الرشيد الفضائية. سادتي الكرام، القوى السنية بين المناصب وأيضا اختبار التخلي عنها. هناك دعوات أطلقت مؤخرا من أجل التخلي عن المناصب الوزارية، ولكن الطرف الآخر السياسي سواء السني والكردي وحتى بعض الأطراف الشيعية تنظر إلى أن هذه المناصب استحقاق انتخابي دستوري وقانوني، ولكن دعوة الصدر غيرت مسار هذه الآراء، وبالتالي أصبح اليوم السيد رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي حقيقة لا نقول حائرا، ولكن بقدر ما نقول هناك دعوات تطالب بأن تكون الكابينة الوزارية الجديدة مستقلة تماما عن أي ولاء حزبي وعن أي آراء حزبية تخص عمله الوزاري. هل تتمكن القوى السياسية السنية سادتي الأكارم من التخلي هذه الفترة وفي هذه العملية السياسية عن هذه المناصب، أم أنها ستكون متمسكة حتى اللحظة باستحقاقها الدستوري، حالها كبقية الكتل السياسية؟ أهلا بكم سادتي الكرام إلى حلقة جديدة مرة أخرى، ورحب بضيوفي الكرام السيد يحيى غازي النائب عن تحالف المحور الوطني. مرحبا أستاذ، حياك الله. وأيضا مع الدكتور مصطفى العاني من بغداد المتحدث باسم المشروع العربي. مرحبا دكتور مصطفى، ضيفا كريم. أستاذ يحيى، مرحبا بكم، حياك الله. أستاذ يحيى، أبدو وياك، خلونا شوية نتعلم من دروس الماضي. تعتقد اليوم أن الزعامات السنية وليس النواب بهذه السهولة راح تتخلى عن المناصب الوزارية اللي هي تشوفها استحقاق انتخابي ودستوري؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا شكرا لكم على هذه الاستضافة، والتحية لمشاهديكم الكرام والأخ مصطفى العاني. طبعا لا شك العملية السياسية هي عملية متكاملة تبدأ من الترويج للانتخاب أو الترويج للدخول ضمن الفلك السياسي أو العملية السياسية، انتهاء إلى الوصول إلى البرلمان ومن ثم إلى تشكيل الحكومة. عملية متكاملة، ركائز تعتمد عليها متكاملة في الوصول إلى السلطة ومن ثم تحقيق الأهداف التي تسعى إليها الأحزاب. شيء أكيد اليوم لا أعتقد لا الكتل السنية ولا الكتل الشيعية أو الكردية تتخلى عن استحقاقها الانتخابي في التمثيل الحكومي من أجل إثبات وجودها والاستمرار بكفاحها والوصول إلى أهدافها المبتغاة. طيب أستاذ يحيى، يعني مرة 2003 كل الشارع العراقي انتقد الأداء الوزاري. خلونا اليوم نتعلم من دعوة السيد مقتدى الصدر بأنه خلاص من وزارات واستحقاقها، قال لك أنا ما أريدها، ليش ما تغارون من عنده؟ يعني هي مو مسألة غيرة أو مسألة يعني تصريح من هنا أو هناك، وإنما الذهاب إلى السوابق الماضية في تشكيل الحكومات. جميع الكتل السياسية هي أخفقت بنسب مختلفة في التمثيل وفي العمل والأداء. حتى في هذه الحكومة، حكومة العبادي، ممكن في شخص العبادي وقسم من الوزراء كانوا يعني كان لهم يعني إنجازات تذكر، وكان لهم دور كبير في تقديم الخدمات للناس والأداء التنفيذي بشكل صحيح. والمستقلين أيضا بالمقابل بشكل عام هم أخفقوا في أن يعني يثبتوا الوجود ويؤدوا الخدمات. حتى المستقلين وتجربة حكومة العبادي هنالك وزراء معروفين. أبو شماعة أستاذ يحيى، ما نخلي حجة وشماعة هاي يعني. وبالمقابل احنا لا يمكن أن نعمم على كل الكتل السياسية بأنها هي فاشلة أو الأحزاب فاشلة أو من تقدم هو فاشل. يعني الخيارين أو الموضوعين هنا نسبيات، لا يمكن أن نقول هذا صح أو هذا صح أو هذا غلط وهذا غلط. هنالك عملية نسبية في الحالتين، في الحالتين، ولكن لا يمكن اليوم أن نصادر الكتل يعني آراء الكتل السياسية أو متطلباتها أو رغباتها ونأتي بمستقلين عن طريق يقدموا عن طريق المواقع الإلكترونية. هذه خطوة جيدة يا رجل. أبدا ما أعتقد، لا توجد فيها أي نوع من الجدية. هو مو موقع. هذا تشاؤم أستاذ يحيى، ترى ما تزعل من عندي. لا أبدا أبدا، هو حوار صريح وواضح. بس إحنا هاي خطوة وصفت بالجريئة والإيجابية، وأن تكون الكرة في ملعب عادل عبد المهدي لاختيار الكابينة الوزارية، خلاص اطلع من اللعبة يا أستاذ يحيى. أستاذ أحمد، الموضوع بعدة اعتبارات. الاعتبار الأول، لا يمكن أن دكتور عادل عبد المهدي أن ينجح في حكومته بدون مساندة ودعم مجلس النواب.
جيد. ومجلس النواب هو مشكل من الكتل السياسية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية بالنسبة لموضوع الموقع الإلكتروني. ممتاز. الإلكتروني فد شيء بنوع من الشفافية بنوع من ولكن استقلالية، ولكن يعني إحنا بعدنا تقريبا أسبوعين أو أكثر بقليل على تشكيل، يعني أنه يقدم انتهاء الانتهاء المدة. نعم. واللي يقدمون راح يقدمون بالآلاف هذه الـ 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 الأسماء التي قدمت، متى يتم دراستها وتحليلها والتأكد منها وتأكد من شهاداتهم وتأكد من السيرة الذاتية ومن هالأمور هذه. نعم. ثانيا المواقع الوزارية هي مو مواقع للتعيين صاحب الشهادة والاختصاص، ولكن عدة اعتبارات. أولا يعني هذا موقع هو قيادي سيادي سياسي، فالشخص اللي يكون بهذا المكان لازم عنده مؤهلات القيادة، مؤهلات السياسة والإدارة. ثانياً هسه احنا مثلا نقدم العمام شلون ما صوتنا بالبرلمان مثلا على مستوى اللي عندهم خبره مثلا الا انت اكد من السيره الذاتيه مالتك استاذ احمد وشهاداتك على سبيل المثال. عفوا يعني يضرب لا ما في شيء، انت عندك رغبه زين، ليش ما قدمت على الموقع الالكتروني؟ زين قدم على الموقع الالكتروني بلكي يطلع اسمك. زين بلكي يجيك السنه بعد. بس ماكو توجه، ماكو توجه برلماني لهذا الموضوع استاذ يحيى. ليش ماكو تشاؤم؟ لا مو ليش ماكو؟ مو مساله تشاؤم، المساله منطقيه استاذ احمد. زين هسه انا اليوم رشحت الانتخابات. طيب انا رشحت الانتخابات حتى فقط اصل لمجلس النواب، لو اني طموحي اختار شخصيه مناسبه. مشروع اكيد مشروعي مثل ما رضيت ضميري باختيار محمد الحلبوسي، ورضيت ضميري بانتخاب برهم صالح، انا رضيت ضميري ايضا بانتخاب عادل عبد المهدي وبانتخاب شخصيه الكابينه الوزاريه، لان انا اديت اليمين الدستوري. جي. فلازم يعني امشي بالشيء اللي انا مقتنع به. جي. موضوع الموقع الالكتروني ما مقتنع به نهائيا، واعتقد به استخفاف للعمليه السياسيه، واستخفاف به للكل من يعني شارك ومثل لكي يؤدي الخدمة العامة ويحقق أهدافه وطموحاته. دكتور مصطفى حياك الله ضيفا كريما مرة أخرى. دكتور التقديم عبر البوابة الإلكترونية صريح جدا أستاذ يحيى وجريء، استخفاف وبمثابة يعني أشبه باللا شيء في ظل وجود أمزجة سياسية، في ظل وجود استحقاق انتخابي، هل يؤيد المشروع العربي هذه الخطوة؟ فضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تحية لك ولضيفك سيد نائب يحيى المحمدي ولمشاهدي قناة الرشيد. يعني هذه الخطوة هي إذا نظرنا لها من جانب إيجابي فهي يعني شيء مستحسن، لكن دعنا نخوض في الجانب العملي في هذا الأمر. لا أجد حقيقة يعني فائدة عملية متوخات من هذا الإجراء، يعني وأنا أثني على يعني بعض ما تفضل به السيد النائب، يعني من أنه يعني الموضوع يعني يكاد يكون شو إعلامي خليني أسميه، لأنه عمليا يعني ما ممكن أنه يعني يفتح، هذه سابقة يعني لم نسمع بها في دول. نحن نعم نطمح وندعم أن يتولى الوزارات ويستوزر الأشخاص الذين هم أصحاب كفاءة وخبرة ومشهود لهم بالمهنية والنزاهة ولا غير ذلك، لكن فتح الباب هذا سوف يخلق جو من الفوضى والتعقيد أمام السيد رئيس الوزراء المكلف، ويحتاج إلى جهود كبيرة ووقت مطول في يعني فرز، يعني على الأقل إذا كان في جدول يعني السيد رئيس الوزراء المكلف أن يعمل انترفيو لكل من تقدم، فلك أن تتخيل يعني كم من الوقت يحتاج. نحن بالتالي يعني الكتل السياسية التي موجودة تحت قبة البرلمان بالمحصلة النهائية سوف يلجأ السيد عبد المهدي إلى البرلمان لكي ينال الثقة على التشكيلة الوزارية، وبالتالي لا يستطيع بتقدير الشخصي أن يخرج من عباءة الأحزاب أو من سلطة الأحزاب أو التنسيق. يا أخوي هو جي أستاذ مصطفى، هو السيد عادل عبد المهدي جاء بتوافق الكتل الشيعية والسنية والكردية. خلونا نغادر أنه إحنا مدرينا وهذا خلاص، عادل عبد المهدي جاء مستقلا وبرغبة وتوافق الكتل السياسية، خلوا رجل يشتغل. نعم. انطوا دعم أستاذ مصطفى، لماذا هذا التشاؤم من البداية؟ أكيد كل هذا الدعم، نحن لسنا متشائمين بالمناسبة، نحن لسنا متشائمين ونثني على يعني الخطوات التي يقوم بها، لكن هذه إجراءات نعتقد أنها يعني أثارت يعني استهجان يعني الشارع العراقي، يعني الإجراءات
ليست في المجال العملي في شيء. نحن يعني الشعب اليوم ينتظر أن تولد هذه الحكومة بأسرع ما يمكن وأن تباشر مهامها. الشعب يعاني من مشاكل وأزمات ونقص في الخدمات وفساد مستشري وإلى غير ذلك. مطلوب حزمة إصلاحات واسعة وأداء حكومي متميز يختلف عن المراحل السابقة ويكمل ما بدأه السيد العبادي يعني خطوات، وهو وضع على جدول أولوياته أن يعني يحسن الخدمات وأن يطور من مستوى العلاقات الدولية العراق مع دول العالم. هذه يعني كلها بوادر إيجابية ونحن داعمين لها ونشد على يد السيد عادل عبد المهدي في هذا الجانب. لكن يعني بالتالي هناك أمور يجب أن نكون واقعيين فيها، أن الموضوع بالتالي سوف يكون تحت قبة البرلمان. على الأقل يحتاج إلى التنسيق والتفاهم على هذا السيناريو في إخراج الكابينة الوزارية وتقديمها إلى البرلمان لكي ينال الثقة عليها. جيد أستاذ يحيى، وكأنه القوى السنية ضامنة حصتها ووزاراتها وكفاءتها ومالاتها، خلنا نقول بالوزارات كمناصب سيادية وكمناصب وزارية مسبقا، تتحدثون بثقة عالية أنه خلاص السيد عادل عبد المهدي من مرر له ولا وزير إلا من شوفنا استحقاقنا الانتخابي، هذا راح تضغطون عليه، راح تدخلون هذه الورقة مالتي عمي استقالتي في مالا، هذا ضغط راح يمارس عليه أستاذ يحيى. قناتي الخاصة لا يمكن للدكتور عادل عبد المهدي أن يمضي بدون الرجوع والتفاهم مع الكتل السياسية. هم محاصصة هاي. أنا أعتقد هو الآن يحاول أن يعني يطلب السقف العالي من أجل الوصول إلى تفاهمات مع الكتل السياسية، هاي قناعتي الخاصة. تحديد الدكتور عادل عبد المهدي في اختيار شخصيات، هذا أمر مرفوض حقيقة. يعني مرفوض؟ مرفوض طبعا. عشطيته لعد الولاية وعش هذا كله؟ لا تحديد، يعني إحنا يعني هو يحدد شخصيات بدون الرجوع والتفاهم. يعني او يعني عفوا بعباره اخرى قصدي انه الكتل السياسيه تفرض عليه شخصيات. هذا امر مرفوض، تفرض عليه ممتاز، ولكن النقطه الوسط انه اكو تفاهم. انا ممكن اقدم له 3 شخصيات للوزاره المعينه او اقدم له 5، واذا ما وافق عليها اقدم له 5 اخرى. ما معقوله انه ما يختار واحد من هذه الشخصيات، يعطيني مواصفات وضوابط وشروط على ضوء انا اقدم له واقول له انت اختار، لان بالاخير احنا داعمينك واحنا مختاريك واكو توافق عليك محلي وتوافق دولي وتاريخك وعمقك وشخصيتك، نتامل خير من عندك. لذلك لا يمكن ان نحدد في اختيار شخصيه واحده وانما نعطي المساحه هذا الكامله للاختيار، لان بالاخير هو راح يتحمل هذه المسؤوليه الكبيره اللي تقع على عاتقه. هاي النقطه الاولى. النقطه الاخرى، دكتور عادل عبد المهدي لا يمكن لا يمكن لا يمكن بهذه الطريقه حقيقه وفق قناعتي الخاصه بان يعني يمضي باتجاه هذه الحكومة. لا يمكن. ليش؟ لأن احنا البلد العراقي او الدولة العراقية دولة متنوعة، نظام برلماني ولدينا محافظات ولدينا يعني خلينا نقول طوائف ومكونات، وبالتالي لازم يراعى هذا الموضوع. يعني هاي الحكومات التوافقية الماضية اخذت بهذا الاعتبار. حضرتك ليش فزت بالانتخابات حتى تغير من الواقع؟ طبعًا. عندك مشروع صح ولا غلط؟ طبعا. ما ممكن اليوم اي شخص يصعد كحزب كمستقل، اكيد مدعوم على مستوى جهة سياسية، لكن اقنعني هل من المنطق بقاء البلد على هاي المظلة المحاصصة والطائفية والتمايز في اختيار الكفاءات؟ انت جيت حتى تغير صح ولا غلط؟ ما جيت لا اين حصتي انتخابات يا اخي، انطي لرجال شخصيات. استاذ احمد، الاستحقاق يختلف عن المحاصصة. الاستحقاق الانتخابي يختلف عن المحاصصة. استحقاقه خلاص مجلس النواب تنمر، هذا هو مثلا. لا استاذي، عادل عبد المهدي يقول لك انا خليني اجيب من غير النواب، من غير الكتل. لا الدولة ما ترهم ما تضبط. هذا تهديد استاذ. مو تهديد، هذا تشاؤم وتهديد. لا ابدا منطقيا استاذ احمد. منطقيا يعني هاي اللي يسوون قانون الاحزاب، ليش قانون الانتخابات؟ ليش حتى تكمل؟ وثانيا خاصه الانظمه الديمقراطيه هي يعني انظمه يعني شموليه. وبالتالي اللي يدخل العمليه السياسيه هو ما يوقف يم حد، ما يوقف يم حد. نعم هناك اخفاقات، بس من قال الخلل بالدرجه الاساسي يم خلينا نقول الشخص الفلاني او الكتله الفلانيه؟ ليش مو الخلل بالاداره؟ على سبيل المثال دكتور عادل عبد المهدي، العفو دكتور العبادي، دكتور العبادي حقق انجازات انا بقناعتي. الطائفيه خفت في وقته،
العلاقات الدوليه كانت نشطه وجيده، رجع العراق للحاضنه الاقليميه والدوليه، ممتاز، تجاوز الازمه الاقتصاديه والازمه الامنيه، ولكن اعطيت له فرصه كبيره جدا في القضاء على يعني على يعني ملف هو اهم حتى يمكن من ملف الارهاب وهو الفساد، ولكن لم يحقق يعني انجازات خلال يعني المرحله الاخيره بعد تحرير المناطق. جيد، هذا التفويض كان للدكتور للعبادي، لا انا كنت تفويض العادل عبد المهدي، ولكن قناعتي يجب ان يكون هنالك تفاهم، ممتاز، وتنسيق ومرونه عاليه لكي يحصل على دعم البرلمان. ممتاز. احنا اليوم ليش نحاول نخلي البرلمان في وضع يعني التهمه او في وضع المعوق؟ انا اليوم عضو برلمان، واليوم لدينا مئات من الشباب داخل قبه البرلمان مندفعين باتجاه التغيير، ممتاز، ولدينا رئيس نامل به خير واحنا اختاريناه، ونعتقد انه سيحقق انجازات كبيره جدا في ان تاخذ السلطه الرقابيه والتشريعيه دورها. لذلك ننتظر خطوه الدكتور العبادي، الدكتور عادل عبد المهدي، في اختيار كابينه حكوميه، وذاك الوقت احنا ندعمه ونحقق انجازات على جيد. دكتور مصطفى، حقيقه موقف المشروع العربي كنواب وليك يعني مو شخصك، مع احتراماتي لوجودك واشكر وجودك ويانا في الحلقه، غامض جدا حقيقه، لا وجود لهم دور في الاعلام حتى نعرف رايهم كنواب، استحقاقهم النيابي، استحقاقهم الدستوري. هل لا زال المشروع العربي كنواب دكتور مصطفى مصر على الاستحقاق الانتخابي؟ ما لا حد يرد علينا، لا حد يجينا، لا حد يزورنا، تفضل. يعني لا اتكلم عن النواب، ولكن انا يعني سوف اوصل لك يعني فكرتنا، يعني هي يعني من دخول العملية السياسية. جيد. نحن بعد خروج العراق من معارك ضارية ضد الإرهاب، وهناك مدن ومحافظات مدمرة وعوائل نازحة لا زالت لحد الآن، وبنى تحتية مهدمة بالكامل. أعتقد يعني اليوم الواجب الوطني يحتم علينا أن نبذل جهودا أكبر عبر القنوات الحكومية والرسمية، سواء كان ذلك في البرلمان أو عبر السلطة التنفيذية، في يعني إعادة إعمار هذه المدن وفي تخفيف الآلام عن أبناء شعبنا. طيب. لذلك يعني المسألة هي ليست مسألة محاصصة أو هذا لي وهذا لك. اليوم العملية السياسية، كل الكتل السياسية تتفق أو اتفقت على أن العملية السياسية من بعد 2003 شابها الكثير من الأخطاء والإشكالات والمعوقات. واليوم هناك إرادة جامعة على الخروج من الخندق الطائفي، والتوجه إلى يعني دولة المواطنة وليس دولة المكونات، وهذا باعتقادي رأيناه واضحا يعني في عملية انتخاب السيد رئيس مجلس النواب والسيد رئيس الجمهورية، ويعني أمامنا إن شاء الله يعني انتخاب السيد رئيس مجلس الوزراء. فهذه الممارسات وهذه البوادر التي يعني لمسناها بشكل عملي نعتقد هي بدايات جيدة ومهمة في المضي بتطبيق البرنامج. هل أنتم مستعدون كمشروع عربي دكتور مصطفى هل أنتم مستعدون التخلي عن المناصب اللي هي من استحقاقكم الانتخابي والدستوري والقانوني كمشروع عربي بصراحة؟ يعني أنا أعتقد أن السيد الأمين العام للمشروع العربي الشيخ خميس الخنجر قد تكلم في أكثر من مناسبة وقال نحن لسنا يعني لاهثون وراء المناصب، ولكن هناك قضايا وأولويات مهمة، ونتفق ونتحالف مع أي برنامج حكومي أو أي كتلة سياسية تلبي ويتسق برنامجها مع مطالبنا وأولوياتنا، واللي هي إعادة النازحين وملف المختطفين والمعتقلين، وإعادة إعمار المناطق التي تم تحريرها ومكافحة الفساد. يعني السيد خميس الخنجر يرفض منحه شخصيا وباقي النواب اللي فازوا مثلا تحت مظلته أي منصب، يعتم في التسريبات اللي تحدث أنه عرض عليه منصب نائب رئيس الجمهورية. دكتور سيد العزيز، النواب لا يمثلون أنفسهم اليوم، بل يمثلون جماهيرهم، وهذه استحقاقات لجماهير وليست استحقاقات شخصية. جيد. لذلك
لذلك التفريط أو التنازل يعني عن حق ما، هذا يعني أعتقد مسألة غير واردة هناك. يعني لا يمكن للدولة العراقية اليوم أو لأي حكومة أن تتشكل بدون توافق الجميع ومشاركة الجميع وتعايش الجميع. جيد. لذلك اليوم الكل يتعاون، ليس لأنه مسألة أنه هذا للسنة وهذا للشيعة وهذا للكرد وهذا للتركمان وإلى غير ذلك من مكونات الشعب العراقي. اليوم الكل شركاء في هذه الأرض، في هذا الوطن. الكل شركاء في كل شيء. الإرهاب عندما استهدف الجميع، لم يعرف هذا يعني سني وهذا شيعي وهذا كردي، استهدف الجميع، استهدف الإنسانية واستهدف الحياة بكل تفاصيلها ومعانيها. لذلك اليوم على الجميع أن يشاركوا. لستم في طلاب مناصب دكتور باختصار حتى أرجع للأستاذ في المشروع العربي، لستم بطلاب مناصب كأمين عام وباقي النواب بصراحة حتى صار رسمية. يعني هو النائب بعد صار نائب بالبرلمان. يبقى استحقاق الكتلة، استحقاق المشروع العربي. يعني هذا أمر تقرره يعني قيادات المشروع، والمشروع جزء يعني مهم وأساسي في تحالف المحور الوطني الذي ممتاز. يعني ممتاز. يقوده الشيخ خميس الخنجر. جيد أستاذ يحيى، أرجع لك. القوى السنية، أنا موضوع حلقتي القوى السنية بين المناصب واختبار التخلي عنها، ما تقنعني القوى السنية تتفق على طاولة حوار وحدة، سؤلفها الغير. أستاذ يحيى، إيش دي يصير وراء الكواليس بين القوى السياسية السنية؟ يقال أنه أصرار واضح على الوزارة والكلام في ظل وجود وتوجه حكومي لدمج الوزارات وبعضها تلغى ودمجها. تفضل احكي لي. اولا الشيخ خميس الخنجر هو رئيس تحالف المحور. نعم. هذه اولا اللي هو اكيد اكيد اخوي دكتور مصطفى. نعم. والاخوه النواب اللي هم المشروع العربي هم ضمن المحور. نعم. والمحور حريص جدا بان يشترك بالحكومه ويتفاهم مع دكتور عادل عبد المهدي. ويعني من هو المحور؟ المحور اي جيد بقياده الشيخ خميس الخنجر. اها. واحنا ماضون وعازمون على التفاهم، ولا يمكن ان يعني نخرج من الإجماع الوطني في تشكيل حكومة قوية قادرة على يعني تحقيق ما يصبو إليه المواطن وتجاوز كل الملفات المعطلة في الحكومات السابقة. يعني بقى موضوع أنه الموضوع التفاهم والتفاوض، احنا شكلنا لجان تفاوضية، واللجان التفاوضية هي الآن تقريبا يعني شرعت في التفاهم مع الدكتور عادل عبد المهدي ومع الكتل الأخرى من أجل كمحور وطني. المحور الوطني. نعم. القرار زعلان يعني؟ لا ما زعلان القرار. لا القرار زعلان يعني، والله زعلان عليه أبدا ما زعلان. أسامة زعلان وطلال زعلان ومدري منه زعلان وسليمها زعلان. نقصد القرار اللي هو جزء منه خميس الخنجر، اللي خميس الخنجر هو جزء من لا صار انشقاق خلاص، انتهى الأمر. لكم دينكم ولي دين مثل ما يقولون. نتكلم على المحور اللي هم تقريبا 53 نائب. نعم. احنا المحور 53 نائب. زين. يبقى تقريبا حوالي 12 الى 15 نائب تقريبا مع تحالف الاصلاح. جيد. وما اعتقد يعني هم زعلانين بالمفهوم الزعلان، الكل تبحث اليوم عن المشاركه والتمثيل. اخوي احمد بساره زعلان، كلهم زعلانين، تشظوا عن المحور الوطني. احنا شفنا وثيقه قلنا يا الله اجتمعوا الجماعه على حال التحالف الوطني ولو انشق، بس يبدو ان المناصب هي التي جعلتكم غير متفقين. اذا نتكلم يعني بصراحه نتكلم على المكون الشيعي. مكون الشيعي هل مختلف؟ مو مختلف، ليش احنا نسميه هو اختلاف؟ يعني لا يمكن الجميع يتفق على كلمه واحده. ولكن اليوم نتكلم على المكون الكردي، اكو اختلاف او اكو اكثر من جهه تمثله، وكذلك السنه وكذلك الشيعه. هذا لا يمكن. قانون الانتخاب هو الذي يعني وضع الخارطه الانتخابيه بهذا الشكل. لا توجد هناك كتله اكبر، ولا توجد هنالك اليوم يعني اغلبيه ساحقه لاي طرف من الاطراف، بالعكس هناك تنوع. اليوم احنا تحالف البناء بين الكردي وبين السني وبين الشيعه. زعيم استاذ العزيز، زعيم تحالف البناء هو هادي العامري، زعيم تسائرونه والسيد مقتدى صدر والبعض اللي يمثلوه. الزعيم الكردي لا زال مسعود برزاني. تمام. صح ولا غلط؟ بغض النظر عن برهم صالح، من هو الزعيم السني؟ احنا زعيم محمد الحلبوسي اليوم. انا اخوك في البرلمان. شكرا. والقائد التحالف المحور خميس الخنجر. لا اعطيني زعيم، لا تقول لي هذا سياسي، رجل رئيس مجلس النواب وخادم للشعب. شنو تعريف الزعيم؟ زعيم اللي يقودكم خلاص، طبوا اطلعوا اطلعوا خلاص. احنا بالبرلمان يقودنا محمد الحلبوسي، خارج البرلمان يقودنا خميس الخنجر. تتفق دكتور مصطفى؟ نعم اسمعك.
تتفق مع ما طرحه استاذ يحيى؟ تفضل. يعني الشيخ خميس الخنجر هو يقود التحالف، والتحالف يضم يعني أكثر من 50 نائب، والتحالف يضم يعني مجموعة من الأحزاب والكتل السياسية تحت لواء المحور الوطني. والمحور الوطني هو بقيادة الشيخ خميس الخنجر. زين. السيد الحلبوسي هو يعني يرأس المؤسسة التشريعية. نعم. وسلطته بما يخوله الدستور. نعم. وما يخوله الدستور وقانون مجلس النواب والنظام الداخلي من سلطة على النواب، وشيء طبيعي أن يكون هناك تنسيق وتفاهم فيما بين نواب المحور الوطني ومع السيد رئيس مجلس النواب باعتباره أيضا أحد الأعضاء البارزين وقيادات المحور الوطني. بالضبط. لكن دكتور هنا السؤال، أبو القرار يقول لك أنا بابي مفتوح، الدكتور أسامة أبو الحال وأبو المشروع العربي، حتى المشروع العربي يقول لك أنا بابي مفتوح، لماذا لم تتفق؟ هو هنا السؤال. محافظات مدمرة يا دكتور مصطفى، تعرف هذا الشيء، محافظات الغربية مدمرة بالكامل، مهجرين ونازحين وتعويضات الآن. هل عجز المكون السني عن الجلوس على طاولة حوار بسام النجيفي، بالشيخ خميس الخنجر، حتى بواسطة الدكتور اياد علاوي؟ يعني انطوني فد أسماء. هل عجز هذا الشيء يا دكتور؟ والحكومة يعني على وجه الاكتمال وتكتمل الكابينة. لا، هي حقيقة يعني هي ليست عجز وكذا، ولكن يعني هناك لكل يعني شخص ولكل يعني من هذه الكتل السياسية وجهة نظر معينة نحترمها ونقدرها. وكما تعلمون يعني أن المشروع العربي والمتحدون وغيرهم دخلوا في تحالف واحد في الانتخابات. نعم. ويعني هناك تفاهمات واسعة وعميقة، والذي حصل يعني أنا لا أريد أرجع إلى الماضي. أكيد. واشترار الماضي، نحن أمام استحقاقات أهم ووقائع أهم، ومثل ما ذكرت حضرتك أن الباب مفتوح للجميع، حتى المشروع العربي باب مفتوح لا زال دكتور لكل القوى السنية بصراحة. الباب المشروع العربي والبوابة الأوسع المحور الوطني مفتوحة للجميع، مفتوحة للجميع، لأن الموضوع ليس حكرا على أحد. وهناك استحقاقات وهناك آلام يجب أن نخففها وأوجاع يجب أن نزيلها من جسد الشعب العراقي. ليس الموضوع هو شعارات وغيرها. اليوم السياسي عندما يريد أن يخوض غمار الانتخابات يقول هذه إنجازاتي وهذا ما قدمته وهذا الذي عملته. جيد. فإذا لم يعمل شيء على ماذا ينتخبه؟ ممتاز. يعني المواطنون وغير ذلك. ممتاز. لذلك دكتور. الاختلاف في وجهات النظر لا يعني القطيعة ولا يعني التنافر ولا غير ذلك، ولكن لكل واحد هو ممتاز. يعني ممتاز. فلسفته ممتاز. في إدارة يعني دكتور العملية. وضحت الدكتور مصطفى. أستاذ يحيى، قبل ما يعلن بالإعلام عن تسلم السيد عادل عبد المهدي، يبدو أن هناك تسريبات طرحت لمناصب نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء. لا زالت معروضة هذه المناصب على الزعامات سياسية سنية؟ احنا موضوعنا عن المحور السني. طبعا. اكو مقبولية، اكو اتفاقات وراء هذا؟ انا بس يعني اكد على مسألة اوضحها، بان اليوم يعني ماكو اختلافات او خلافات بالمكون السني بما يعني تطرح جنابك في جزئية وتركز وهي. عليها بين اليوم اكو صراع وخصوم. والله اكو صراع. لا مو انت مو انت رجل جريء استاذ يحيى، كلام انشائي خليه هنا ورا الميز. احنا نريد كلام واضح. اكو زعل، اكو نفور، لا تقول بوجهات النظر، اكو شيء صار استاذ يحيى. استاذ العزيز، احنا شوف في فتره ما كان هنالك تنافس شريف ما بين استاذ اسامه واستاذ محمد الحلبوسي وخالد كل الزعامات. نعم. تنافس على منصب رئيس البرلمان، هذا حق طبيعي. جيد. استاذ اسامه رجل محترم ومقدر، استاذ طلال واستاذ خالد والاخر والاخر والاخر. جيد. وبالتالي هذا ما نسميه خصومه ونسميه عداء ونسميه تفرقه وما الى ذلك. احنا اليوم كمحور وطني او تحالف المحور الوطني لدينا الاغلبيه السنيه، لدينا 53 من مجموع تقريبا 65، وبالتالي احنا نمثل المكون السني باريحيه مطلقه، وهذه كانت مؤشره في انتخاب محمد الحلبوسي، واستطعنا ان نقنع الكتل الاخرى في اختيار الشخص الذي تم اختياره داخل
المحور الوطني. اذا وين الاشكاليه؟ وين ماكو اشكاليه؟ واني سمحت لي احنا فضل. يجب ان نتقدم لا نتاخر. يعني لا نرجع الى الوراء ايام الانتخابات وقبل الانتخابات. لا 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 احنا بالضبط احنا بالايام اللي صارت اليوم اكو يعني علاقه يعني بالنسبه للمكون السني علاقات خلينا نقول جيده بين اطراف أكو تواصل السني وفي تواصل وفي عمل. وحتى اللي اكو اختلافات بوجهات النظر حتى استاذ اسامه اليوم احنا نرغب ان يعود خلينا نقول الى حتى يدخل ضمن التحالف المحور باب مفتوح يعني طبعا والدكتور صالح المطلق وكل الاخوان الاخرين احنا وبالمقابل ايضا احنا نؤمن بالشراكه اليوم الحقيقيه مع المكون الشيعي ومع المكون الكردي حتى نتجاوز مساله هذا اسميه تغيير قناعه استاذ يحيى بطرف خارجي اقليمي قال لكم يا بفتحوا الباب ترى الجماعه زعلانين لا انا اكو تاثير اقليمي خارجي بصفنا بالعراق استاذ احمد التاثيرات موجوده من كل الاطراف لا زالت موجوده وبقوه ولكن اعتقد هناك قناعات راسخة اليوم صارت لدى الجميع الشيعة قبل السنة والسنة قبل الكرد وبالعكس بأن اليوم احنا في مرحلة حرجة ما قدامنا خيار غير النجاح جيد جاوبني على سؤالي الزعامات واستحقاق المناصب وغيرها يعني هو هذا مطروح يبقى موضوع التوافق على رغبة الأشخاص اللي راح يتولون المناصب منو اللي معروض عليها مناصب أستاذ يحيى ما معروض يعني لحد الآن ترى الصورة هي ما واضحة منو اللي يترشحون 53 مثلا جمال دكتور جمال الكربولي مثلا يرغب أن يكون نائب رئيس الجمهورية اها رغبة عنده رغبة والآخر آخرين ما يعني ما لحد الآن أكو وزراء أكو عندنا وزراء يرغب أن يكون وزارة كريم عفتان يرغب أن يكون وزير احمد ابو مازن يرغب ان يكون وزير دكتور قتيبة الجبوري يرغب ان يكون وزير دكتور محمد اقبال يرغب نواب رئيس جمهوريه نواب رئيس وزراء يرغبون بالمشاركه وهذا حق الطبيعي بقوانين الموضوع يم التحالفات الاخرى والتوافقات في اختيار الكابينه الحكومي ما راح نتزمت بان الشخص الفلاني يكون بالمكان الفلاني هذا اللي احنا نتقدم به خطوه الى الامام راح نقدم خيارات خلينا نقول الاستحقاقات الانتخابية القادمة. جيد. أستاذ مصطفى تعتقد البوصلة الخارجية سواء الأمريكية الإيرانية هي كانت بارزة وكانت هي المحرك الأساس في تغيير البوصلة الاتفاقات السياسية السنية حتى اللحظة. تفضل. يعني لا شك أن العراق يتأثر ويؤثر في المناخ السياسي وبشكل تبادلي فيما بين يعني دول الجوار والمناخ السياسي العراقي لكن المحور الوطني واعتقد قد بين هذا يعني منذ بداية تشكيله ان القرار سيكون عراقيا بامتياز ويخرج من الخندق الطائفي الى الفضاء الوطني فموضوع فرض يعني قرارات معينة أو غيرها أنا أعتقد هذا الموضوع يعني لا أساس له من الصحة أبداً بقدر ما اليوم رغبة الجميع بقدر ما هناك رغبة من قبل الجميع للجلوس على طاولة واحدة وقد حصل ذلك جيد فأنا أعتقد اليوم الرسالة واضحة والصورة صارت يعني واضحة جلية أمام أبناء الشعب الكل جلسة من 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 كانوا يعني خصوما في الأمس حلفاء اليوم ويسعون إلى إيجاد حكومة ناجحة تقود البلد إلى بر الأمان جيد دكتور مصطفى أنا أرجع لك بعد ما أرجع للأستاذ يحيى وزميل المخرج يعني ورا ما أرجع للأستاذ ناب يحيى عندنا فيسبوك وحضرنا يا أستاذ يحيى الأولويات القادمة وعلى رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي شنو الأولويات؟ الانتقادي الأهم هو الفساد محاربة الفساد فساد الفساد مو إذا نظل قضاء وفساد مدمكم تبقى هيك حالة يعني الرمادي صلاح الدين لا يمكن قولوا عمار مدنة قولوا إعادة النازحين خلف الله عليكم أستاذ أحمد أستاذ أحمد تفضل رحنا للبصرة وكان حديث صريح وواضح أمام رئيس مجلس النواب العراقي وأكثر من 60 نائب برلماني ومجلس المحافظة رئيس هيئة المستشارين التابعة للسيد العبادي قال احنا عندنا فلوس واحنا بدنا ننفذ مشروع انا ما اضمن انه هذا المشروع راح ينفذ بشكل صحيح ابدا ما اضمن كلام واضح وصريح بسبب الفساد بسبب المافيات وبسبب الإدارة الفاشلة فالفساد اولا ثانيا اليوم على السيد العبادي عادل عبد المهدي مهمة اصلاح النظام الإداري وإعادة
الحزبيات والطائفيات داخل الوزارة، هاي يجب مراجعتها. الحزب الفلاني، الطائفة الفلانية تأخذ الوزارة الفلانية وتبدأ من الشايشي إلى الوزير، كلهم من لون واحد، ويجيب أشخاص غير مهنيين يخليهم في مناصب مهمة، سواء كان وكيل أو مستشار أو مدير عام أو رئيس قسم أو شعب أو وحدة. إعادة النظر. إعادة النظر. والله ما تخلوه، ما تخلوه. لا، لا والله ما تخلوه. هو بس أنا متفائل يا سيد. شو متفائل؟ متفائل جدا. أنا متفائل. إذا دكتور عادل عبد المهدي أحسن الإدارة ومشى بهذا الموضوع، أنا أقول لك، لأن إحنا الآن في مجلس النواب عازمين حقيقة على العمل الجدي في أولا إصلاح مؤسسة التشريعية والرقابية، ومثلما دعم الحكومة، لأن مثل ما قال أستاذ مصطفى، إحنا اليوم رشحنا للانتخابات وفزنا الحمد لله بأصواتنا. جيد. اللي الناس أيدتنا به، إحنا نريد نستمر. أنا أتكلم لك، إحنا اليوم بهذه الروحية نتكلم. ممتاز. إحنا نريد نستمر، نريد نترك أثر، نريد نكسب ثقة الناس ونقدم خدمة للناس. هذا هاي الروحية اللي عندنا، نعتقد هذه سوف تنعكس إن شاء الله. وش وقت يرجع لك النازحين؟ شو وقت بدون زحمة؟ نعم. شو وقت يرجع؟ يرجعون إن شاء الله. شو وقت؟ أنا معلوماتي، أنا معلوماتي دكتور عادل عبد المهدي يعني ما يعني مشى بمسافة جيدة في وضع خطة ضمن توقيتات زمنية، ضمن جدولة زمنية في البدء بالإصلاحات الحقيقية وعلى كل المستويات. على كل المستويات. فأنا أعتقد هذا الموضوع اللي إحنا نركز عليه الآن، المشاركة من عدم المشاركة، ترك القرار النهائي بيد الدكتور عادل عبد المهدي. جيد. أو إلزامه بشخصيات أو غيره. ممتاز. أنا أعتقد هذه جزئيات يعني سيتم تجاوزها من خلال الحوار قابل الأيام. في قابل الأيام. خلينا نشوف الفيسبوك أستاذ يحيى. زميل مخرج الفيسبوك جاهز. ممتاز. عبد الله عياد، الكتل السنية كانت تساوم على منصب مدير بلدية، فما بالك بالوزارات؟ كل الكتل السنية دخلت العملية السياسية وكانت من الداعم اللالي لسبب بسيط، المصالح الشخصية. ميثم عباس، الكتل السنية فاسدة لا تختلف عن نظيراتها من الكتل الأخرى، فهي غير مستعدة للتخلي عن وزاراتها وسيكون البيع علني الوزارات. أحمد إحسان الليهيبي، أنا متأكد كل التأكد أنه ما راح يختارون أحد عن طريق الاستمارة، والطبخة الوزارية مطبوخة وجاهزة والأسماء والتقسيم كاملة، وبالنسبة للسنة ما راح يتخلون عن أي وزارة تابعة للمكون السني. اللي وراء حمزة المعمور، التقديم الإلكتروني لعبة للضحك على ذقون الشعب كما كان الحال الترشيح على منصب رئاسة الجمهورية. أما الكتل السنية لم ولن تتخلى على مناصبها، فعداء أمس أصبحوا أصدقاء اليوم من أجل مناصب. زين. كابتن نجم، قد نكون لم نعهد سابقا هذا الأسلوب لتشكيل حكومات، وهو أسلوب غريب إذا لم يتبعوا مقابلات خاصة للذين يتم اختيارهم للخروج بشخصية معينة لوزارة ما. أما نستطيع عبد المهدي تمريرها خارج أنفاق الأحزاب، إذا ما تحقق ذلك نكون قد دقينا أو مسمار في نعش المحاصصة. أحمد الهلالي، ما أعتقد، لأن محاصصة مستمرة. التقديم الإلكتروني نقطة إيجابية ممتاز، لكن لم تكن حقيقية وإنما شكلية. لوراء لا تهمنا الطوائف والقوميات بقدر ما يكون الشخص المناسب في المكان المناسب. رأيك أستاذ يحيى؟ أما التقديم الإلكتروني فهي بدعة وأكذوبة. عمر فاروق، كلا لم تتخلى الكتل السنية، أفلست جماهيريا بعد 2014 وأحداث داعش، وهي بدون المناصب التنفيذية صفر على جهة اليسار. الأخ عباس، مسألة التقديم الإلكتروني هي خطوة لربما أراد بها عبد المهدي إحراج الكتل السياسية، وهو يعلم جيدا أنها لم تقدم مرشحين مستقلين. الأخير، وكر الترشيح الإلكتروني ما هو إلا لعبة هزلية، أنها لم تقدم مرشحين مناصب وزارية حقيقية، وأما المناصب السنية فلن تترك علما أنهم خسروا جماهيرهم. الأخ حسين، الاستمارة الإلكترونية مجرد مناورة لا يهم المواطن، لإهام المواطن عفوا، أنه تم التغيير وهذه واحدة من المراحل. أستاذ، فعلا هل خسر المكون السني جمهورهم؟ أستاذ مصطفى العاني، تتفق مع رؤية بعض الآراء في مواقع التواصل الاجتماعي أستاذ مصطفى؟ إذن يعني السادة النواب السنة اللي موجودين في البرلمان، من الذين يعني انتخبهم؟ هذه طبعا يعني هذه آراء ووجهات نظر يعني نحترمها ونقدرها، لكن أنا أسأل سؤال، يعني إذا يعني اليوم تحالف المحور الوطني وهو الممثل الشرعي والقانوني للمكون السني في الحكومة و تحت قبة البرلمان، إذا ما قرر أن يتخلى عن جميع الوزارات أو استحقاقات الوزارية التي
من 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 حقه، يا ترى ماذا سيكون يعني رد فعل الشارع السني، خليني أتكلم بهذا المنطق يعني. نعم. ماذا سيكون؟ ألا يقول يعني تم تضييع حقوقنا والتنازل عنها وإلى غير ذلك. الموضوع هو يعني لن ترضى عنك الناس ولو حرصت، لكن علينا الاجتهاد وعلينا أن نسير وفق رؤية لتحقيق أهداف مرسومة، وهذه الرؤية نابعة من معاناة أبناء شعبنا ومحافظاتنا وبلدنا. علينا أن نسعى إلى بناء دولة المؤسسات لا دولة المكونات. هذه يعني 15 عاما يعني أفرزت مصائب وأزمات كبيرة جدا وجروح عميقة لا يمكن أن نستمر معها، ولا يمكن للدولة أن تستعيد مكانتها في ما بين دول العالم بهذه الطريقة من الإدارة. نحن نحترم كل الآراء ووجهات النظر، لكن لدينا رؤيتنا ومشروعنا وخطتنا من أجل إنقاذ البلد من الأزمات المتكررة التي لا يكاد ينفك يخرج من أخرى حتى يقع في واحدة أخرى. العراق يعني يحظى بموقع استراتيجي مهم بين دول المنطقة، وهو جيد. جزء ممتاز. مهم، فلذلك يجب أن يكون جيد. له مكانته التي تليق به. ممتاز. أستاذ يحيى، تتفق مع ما طرحوه الأخوة في مواقع التواصل الاجتماعي، والأغلب يتساءل أنه المكون السني والترشيح السني والتمثيل لهذا المكون سيكون حاضر من خلال تقديم مواقع إلكترونية مثلا، لو يعني إلا الأشخاص والمعنيين في مجلس النواب يرشحوهم مثلا يعني. لا يعني أنا أشوف التقديم عن طريق الموقع الإلكتروني هو يعني لا، الأغلب يقول بدعة، الأغلب بدعة طبعا مثلاً. بالضبط، وما أعتقد راح يكون له أي تأثير بالمشهد السياسي، ما أعتقد يعني أبداً ما أعتقد يعني. الوقت ضيق يعني. شخص يقدم من أمريكا ومن بريطانيا وما موجود هنا، وأمتى يجي وأمتى يتأكدون من شهادته ويتأكدون من السيرة الذاتية مالته وكذا وكذا وكذا. ما أعتقد. هذا بالنسبة للموقع الإلكتروني. بالنسبة للاستحقاق الانتخابي، وأكد هذا استحقاق وليس محاصصة. النقطة الأخرى، احنا عازمون على التغيير وعازمون على دعم الحكومة القادمة، لأن احنا الآن في يعني مصير واحد، وعازمون على دعم دكتور عادل عبد المهدي في إصلاحات إدارية يقوم بها على مستوى الدولة من أجل انتشار الدولة العراقية. العراق راح إلى الهاوية إذا ماكو هناك تحسن بالخدمات وتحسين الخدمات خاصة بالمحافظات الجنوبية، وإعادة الإعمار والاستقرار والتوازن وغيرها وغيرها. العراق رايح للهاوية. الآراء أستاذ يحيى تقول أنه فكرة ومزاج الشارع السني يقول أكو بيع وشراء للمناصب، مو صحيح هذا وبالتالي مو صحيح. وبالتالي هذا ما جعل سيد عادل عبد المهدي وسيد الصدر وكل الكتل أو أغلب الكتل يعني تتجه أنه ترشيح المستقلين. المواطن يقول لك بزعنا هذا بيع وشراء المناصب، إيش وقت نغير هاي النظرة يا رجل؟ بالضبط. طبعا بالعمل وبالأداء. يا عمل إذا أنت لا إلا أحمد إلا دكتور. لا مو إلا مو إلا مو إلا مو إلا مو قلت لك يعني قلت لك الموضوع هو ضمن مساحة التفاهم والتنسيق ما بين الكتل السياسية. يعني المحاصصة توافقية. لا أستاذ أحمد، هسا اختيار رئيس البرلمان كان اختيار عشوائي. اختيار عادل عبد اختيار مرهم صالح نفس المسألة. استاذ يحيى ليش تخلينا ناخذ بموضوع مجلس النواب؟ استاذ احمد الله يحفظك خليه سكته. لا احكي عندك شيء. لا مو استاذ العزيز، كلها اتفقت والاغلب يقول لك هذا صار بشد وجذب وصار ببيع اصوات وصار لا ماكو بيع. مو صحيح، هاي اكذوبه مالت البيع. اكذوبه. اثبت هذا انه هذا صحيح. استاذ ماجد التميمي طلعت وصيحت. مو صحيح هذا الكلام. مو صحيح. انا كنت قريب على الحاله. مو صحيح. انا اليوم بدي اصور التوقيع مالتي، وين المشكله الموضوع؟ وين المشكله؟ عش الصوره يعجبني احتفظ به. وين المشكله مثلا؟ لا ماكو مثلا. اذا انت او غيرك تثبت التزوير اوكي، واذا ما تثبت التزوير راح تحاسب. عفوا، هي مو مساله اتهام بقدر ما نواب في مجلس النواب العراقي واعضاء عندكم صيحوا. دكتوره ماجد عندها مشكله ويا محمد الحلبوسي. اي نعم، عندها مشكله ويا محمد الحلبوسي واثارت هذا الموضوع. كلام مو صحيح هذا الكلام. وبعض القنوات يعني زمرت وطبلت بهذا الموضوع، وهذا الموضوع مو حقيقي ابدا ما لأي. بس ولكن اليوم المواطن يتكلم بهذه اللغه، لغه يعني بيع المناصب والمزاد وغيرها. حقه خاصه اليوم الرحله للبصره. البصره حقهم يتظاهرون. البصره حقهم يتظاهرون، لان اللي شفناه بالبصره ما تشوفه باي دوله من العالم. مدينه غنيه، بوابه العراق الاقتصاديه تجيها مئات الملايين من الدولارات.
وواقعها وما عندهم مي يغسلون، حقهم الناس، الناس حقهم. والنازحين وربعك ما حقهم يرجعون ما يظاهرون مثلا احنا يعني احنا بالانبار، الانبار وضعنا يختلف عن باقي وضع خاص. اتحدى ثلاث ارباع محافظات العراق هي مثل الانبار. الانبار حال الحمد لله والشكر رغم سيطره تنظيم داعش والعمليات العسكريه وما بعدها، ولكن الحمد لله الانبار ممتاز. في تحسن وفي تقدم. تتفق الاولويات هي في محاربه الفساد ومراجعه المعينين في الدوائر وغيرها. الفساد اولا، نعم، ومن ثم ديمومه الامن ومراجعه الملف الامني ثانيا، ممتاز، والذهاب باتجاه النظام الاداري وتحسين النظام الاداري والعمل المؤسسي وبناء الدولة بشكل صحيح. جيد، شكرا أستاذ يحيى. أستاذ مصطفى، في سؤال أخير، الأولويات من وجهة نظر المشروع العربي، هل في المحافظات وتعميرها؟ هل في اختيار الكفاءات المستقلة؟ هل في وجود ربما مجريات جديدة؟ أستاذ مصطفى تفضل. يعني الفساد للأسف أصبح منظومة وعلاجه ومحاربته يحتاج وقت كبير وطويل وجهود مكثفة وتعاون الجميع، وهو مسألة ليست بالهينة وتحدي كبير أمام السيد رئيس الوزراء المكلف. لذلك أنا يعني نعتقد أن السير بخطوط متوازية في آن واحد، أولها يكون على رأس الأولويات هو توفير الخدمات الأساسية لأبناء الشعب ول يعني الأماكن والمناطق التي تم تحريرها، وإعادة سريعة للنازحين الذين تم تحرير مناطقهم، بالإضافة إلى تفعيل ملف التعويضات، لأن كثير اليوم من المناطق نسبة الدمار فيها 100%، يعني المنازل والدور والمؤسسات غير أصبحت أثرا بعد عين، لذلك تفعيل ملف التعويضات والتسريع به وتقليل من الروتين الحكومي والإداري في هذا الموضوع مهم جيد جدا في تنشيط الموضوع. هذه أولويات مهمة باعتقادنا، وهذه أيضا تتأسس كلها على اختيار شخصيات كفوءة وخبيرة ومهنية واستيزارها في وزارات مهمة تؤدي ممتاز الخدمات ممتاز بشكل فاعل ممتاز ومدان. بدليل الإصلاح والإعمار، تركوا الكرة في ملعب عادل عبد المهدي، لماذا لا يترك تحالف البناء والمحور الوطني المنضوي جواهم الاختيار؟ الموضوع كله برقبة عادل عبد المهدي، انت والله تتجازى. احنا ما احنا ندعمك بالبرلمان، مو هالشكل استاذ يحيى. الصحة والعمار تركوا طبعا احنا يعني هو من راح يتم تقديم يعني اكثر من شخصية، هو يعني السيد رئيس الوزراء الى حرية الاختيار في ان يختار شخص من يراه مناسبا وكفوءا لإدارة هذه الوزارة. فإذا الموضوع هو يعني بالتالي سوف يكون يعني بموافقته يعني هو، لكن على الكتل السياسية إذا كان يهمها النجاح أمام جماهيرها وتقديم شيء على أرض الواقع أن تقدم شخصيات مقنعة وجديرة بهذه الأماكن. شكرا جزيلا للدكتور مصطفى العاني المتحدث باسم المشروع العربي، كنت معنا من بغداد، شكرا لوجودك، وإن أيضا لقاءات أخرى إن شاء الله. وشكر موصول للأستاذ يحيى غازي المحمدي النائب عن تحالف المحور الوطني، كنت ضيفا كريما ونورتنا أنت والأستاذ مصطفى لأول مرة، شكرا جزيلا، إن لقاءات أخرى إن شاء الله. شكرا لكم سادتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.